والله الذي رفع السماء من العشاء أمس والله صاحي للصبح ذي المقاطع دي عشان ما زيد كلام ولا أنقص وراجع وأسويها من العشاء لما قال الله أكبر الصبح كذي طق. أنت ما تظن أنت تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك؟ ده كعب ودار يشق الجماعة ودار يفرق الصف وده زول سيء وده بموت سوء خاتمة وده واللي بيتكلم في الصحابة تعتذر له وتقولوا 40 سنة في الدعوة يا تدعوة الدعوة جابة منو جابها الصحابة ذات وأكثر مشايخ أنصار السنة الظاهرين أخطاء أو خطأ هو محمد مصطفى عبد القادر وأذله الله لأنه عادى أولياء الله. أنت ظاهرا وباطنا مخالف للسنة ظاهرا وباطنا لين في اللحية طق 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 جازفة بالجماد ما شفته يسبغها بشنو سواد. ودي رسالة للناس اللي بيمشوا يحضروا له استقاموا جديد مساكين سمعونا الكلام ده اللي يستفيدوا منه لو دايرين الخير يا خلو لا نحن ماذا نبقى معاكم تمام لا معانا لا معاهم شوف دربك براد ده جزاهم بس نحن نجازيهم أقول لهم يا صحابة جزاكم الله خير ما قصرتوا لكن النصيحة كنتم تتكاتلوا في السلطة ده جزاهم ده جزاهم يا محمد مصطفى عبد القادر عليك من الله ما تستحق يا جاهل.